بنرحب بحضراتكم مرة تانية. في زيارة مهمة جدا بيقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر. هذه الزيارة ربما بتعكس حجم علاقات التعاون ما بين مصر واليابان على كافة مستوياتها، سياسيا اقتصاديا وأيضا تعليميا، وخصوصا أن العلاقات المصرية اليابانية ممتدة وفعالة منذ سنوات طويلة. عشان كده كان في اهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني في رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية، خاصة أنه في تقارب في الرؤى بين مصر واليابان، ده غير أنه هذه العلاقات شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده انعكس الحقيقة بالإيجاب على حجم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. خلينا نرحب بدكتور عمرو الطويل عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى جمهورك وعلى مصر كلها. أهلا بك يا دكتور عمرو. دكتور عمرو، يعني ازاي بتقيم هذه الزيارة وازاي ممكن نستفيد من وصول مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؟ المفهوم ده بيمثل إيه؟ تمام، هو طبعا زيارة معالي رئيس الوزراء كيشيدا زيارة في غاية الأهمية، وهي طبعا بتتبع الزيارات اللي قام بيها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي اللي برضه كانت له أيادي بيضاء على العلاقات بين مصر واليابان، اللي هي بتمتد في الدولة الحديثة من سنة 1922 لغاية النهاردة. اليابان بتدعم أكثر من 38 مشروع تعاون ومشروع تنمية في مصر من الوقت ده. احنا بنتكلم على يعني مليارات الدولارات. صحيح. من المنح ومن وسائل التعاون المختلفة، بداية من جسر السلام ودار الأوبرا، متحف المصري الكبير طبعا، ومستشفى بورليش، ومشاريع تانية، ودلوقتي الخط الرابع للمترو. لكن في الحقيقة كان التعاون في مجال التعليم تطور نوعي لهذه العلاقه. زياره فخامه الرئيس السيسي لليابان ولقائه مع رئيس الوزراء الراحل وتوقيعهم على مبادره الشراكه المصريه اليابانيه في التعليم كانت نقله نوعيه. هي نقلت التعاون هو الى الاستثمار في البشر والتنميه وتنميه البشر. وده تطور نوعي لهذه العلاقة، لأن دلوقتي احنا شايفين المشروعين الكبار في هذا المجال، مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المدارس اليابانية، ابتدى التعاون ده هو يثمر عن تنمية وتطوير للمصريين نفسهم. آلاف الطلاب النهاردة في المدارس اليابانية، آلاف الطلاب في الجامعة المصرية اليابانية، ومهم جدا الخريجين برامج الدكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه اللي هم حوالي 490 طالب النهارده خلال العشر سنين الماضيه، معظمهم من المصريين اللي هم بيعملوا كاساتذه النهارده في الجامعات المصريه في كل مصر. ده مفهوم يا فندم طبعا. الطالب دول بيعلموا النهارده مئات الالاف من الطلبه في كل كليه الهندسه بالطريقه والنمط والاسلوب اللي اتعلموا بيه في الجامعه المصريه اليابانيه. هايل. طيب دكتور عمرو، ده اللي حاصل بالفعل على ارض الواقع، لكن حسب اللقاء امس احنا شفنا انه رفع مستوى العلاقات بين البلدين الى الشراكه الاستراتيجيه. هذا التقدم المحرز في العلاقات المصريه اليابانيه القديمه جدا الحقيقه هيفيدنا ازاي على سبيل المثال لو هنتكلم على مجال التعليم او قطاع التعليم تحديدا؟ كلمه الشراكه دي كلمة استخدمت مؤخرا وتحديدا في قطاع التعليم. الفرق بين الشراكة هي كانت ايه قبل كده كان اسمها تعاون او مساندة. شراكة يعني مصر واليابان شركاء في تصميم، تمويل، إدارة، تشغيل ونجاح المشروع اللي بيتفقوا عليه مع بعض. وهنا يفرق كتير. الأول كان مثلا ممكن تيجي دولة تدعم مصر علشان تعمل مشروع معين. هي بتوفر الدعم، بتوفر المساندة. مين صاحب المشروع؟ مصر. مين المسؤول عنه؟ مصر. مين المسؤول عن نجاحه؟ مصر. الوضع هنا مختلف. مصر واليابان شركاء مع بعض في كل شيء. في التصميم والتنفيذ والنجاح وحتى جني الثمار. يعني ايه جني الثمار؟ مثلا واحد من اهم المشروعات الموجودة حاليا مشروع منح تيكاد 7
للطلاب الافارقه بحصول على درجه الماجستير من الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. حكومتي مصر واليابان شركاء في تمويل 150 طالب افريقي للحصول على الماجستير من الجامعه. صحيح. الطلاب دول بعد ما يتخرجوا بيرجعوا دولهم. بيبتدوا ان هم يتبوأوا مناصب في الجامعه او في الوزاره او هنا او هنا. ويبقى ولائهم وعرفانهم بالجميل للدولتين مع بعض اللي ساعدوهم على الوصول لهذا المستوى، مصر واليابان. ده مفهوم الشراكه. صحيح. القارئ في العلوم السياسيه يا دكتور عمرو لو بيتكلم على قصه القوى الناعمه والقوى الخشنه والقوى الصلبه، في الاطار ده في حاجه اسمها في العلوم السياسيه اسمها القوى الذكيه، ودي اللي بتستعملها اليابان في الحقيقه. إن هي يعني تعمل المتحف المصري الكبير، إنها تعمل مشروعات تعليمية، لأن هذه المشروعات بتقعد سنوات طويلة جدا تجني ثمرها. من وجهة نظرك وأنت عميد كلية الهندسة في الجامعة المصرية اليابانية، إزاي نستفيد من هؤلاء الكوادر في على الجانب المصري وأيضا يعني على تعليمهم بالشكل أو بالطريقة اليابانية؟ القوى الذكية هي اللي نتج عنها التأثير المتنامي اللي أنا بتكلم حضرتك عليه دلوقتي، والتعبير ده جميل جدا وأنا يعني مبسوط وهستخدمه بعد كده إن شاء الله. لأن القوى الذكية هي تخلت اليابان توفر للمصريين معدات بحثية مثلا في الجامعة في حدود 50 مليون دولار. المعدات دي أهلتهم إن هم يعملوا أبحاث علمية ويسجلوا براءات ابتكار فيبقى أثرها لسنين طويلة. أهلتنا إن إحنا نعمل أبحاث تطبيقية مع صناعات لتطويرها وتطوير منتجات علشان تبقى بالكيف الفكرية بتاعتها لمصر ولليابان مشتركين بالمناسبة، وبرضو ده دائم لسنين طويلة. أهلتنا إن إحنا نعمل مشروعات زي المتحف المصري الكبير موجود وهيكون يعني منارة للمعرفة للعالم كله مش بس مصر واليابان، وبرضو ده لسنوات طويلة. فلما بنعمل جامعه، الجامعه بتقعد 100 200 300 سنه. صحيح. مش مجرد مشروع يعني افق. ده في جامعه قعدت الاف السنين عندنا. نعم. الازهر مثلا بالظبط، او 1000 سنه يعني بالظبط. مثلا 1000 سنه بالظبط كده اهو. فاحنا بنتكلم على مئات السنين، بنتكلم على التاثير في حياه ملايين البشر. حضرتك متخيل بيبقى مثلا اذا كان مصري او افريقي بيجي بيقعد سنتين ثلاثه في الجامعه، حياته بتتغير 180 درجه، مستقبله وتاثيره في مجتمعه هو كمان بيتغير. فاحنا بنتكلم على تاثير متنامي ومتناهي الحدود بصراحه. دكتور عمرو، الحقيقه انه الجامعه المصريه اليابانيه هي واجهه التعاون بين مصر واليابان. عايز اعرف من حضرتك عن دور الجامعه في تعزيز اطر هذا التعاون، وعايز اعرف كمان من حضرتك يا فندم ايه اللي بتقدمه الجامعة المصرية اليابانية. لو هنتكلم عن على سبيل المثال قطاع دعم التكنولوجيا، ايه اللي بتقدمه الدولة هذه الجامعة؟ عفوا. واحدة من الحاجات المهمة واللي فيها برضو الفائدة المشتركة للدولتين، احنا طلابنا في الجامعة عندنا 2500 طالب كلهم بيدرسوا اللغة اليابانية لغاية المستوى اللي بيؤهله إلى التعيين في الشركات اليابانية العاملة في مصر والشرق الأوسط. وده مهم جدا. احنا سمعنا فخامة الرئيس بيتكلم على تشجيع المستثمرين اليابانيين للقدوم إلى مصر. المستثمر الياباني عاوز يجي، عاوز يلاقي حد بيتكلم لغته وبيعرف ثقافته وبيعرف يشتغل بطريقته. هيلاقيه فين؟ هيلاقيه عندنا. فبالتالي ده بيشجعه أكتر إن هو يجي وينقل التكنولوجيا بتاعته من اليابان لمصر ويضخ استثمارات في مصر، وهو مطمن انه هيلاقي الكوادر اللازمه لاداره وتشغيل هذه الاستثمارات، مش هيبقى قلقان من الناحيه دي. فده ده نقطه مهمه جدا. ليه هم بيستثمروا في البشر؟ لان هم عارفين قد ايه ده ممكن هم مش بس يفيد مصر، لا ده برضه بيفيدهم كمان. وهنا نيجي في السياسه الذكيه زي ما قلنا من شويه. الجامعة تعتبر أكبر مكان في العالم بيعلم لغة يابانية بعد اليابان. ودي نقطة يعني مهمة جدا. برضو المشروع بتاعنا يعتبر أكبر مشروع تعاون في التنمية البشرية في بتقوم به هيئة الجايكا اليابانية في العالم. فإحنا بنتكلم على أرقام كبيرة جدا وتأثير عميق. أيوة بس معلش يا فندم برضو عشان بس المشاهدين يبقوا فاهمين أكتر.
يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه 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 الاليات، اليات هذه الجامعه في فكره الاستثمار في البشر؟ زي ما احنا جامعه وبالتالي بنقبل طلاب في مرحله البكالوريوس في كليه الهندسه وكليه الاعمال الدوليه وكليه الصيدله وكليه العماره والتصميم وكليه الحاسبات والمعلومات، وبيقعدوا عندنا 4 سنين، بيطلع معاه بكالوريوس، لكن بيطلع اهم من البكالوريوس، بيطلع معاه لغه يابانيه، بيطلع معاه مهارات القرن 21، بيطلع معاه القدرات اللي بتوصي بيها الامم المتحده للمستقبل، بيقدر ان هو يواكب الثورة الصناعية الرابعة وثورة الإنترنت وإنترنت الأشياء، بيكون عنده المؤهلات اللي تكفيه إن هو بسرعة ينضم لسوق العمل ويكون عامل بناء لهذا السوق، ويكون عنده الأدوات الجديدة اللي بيحتاج لها السوق ده. وعلشان كده بنلاقي إن الشركات اليابانية بتيجي تطلب الطلاب بتوعنا ان هم يشتغلوا معاها من قبل ما يتخرجوا. صحيح. بيطلبوا الطلاب المصريين وبيطلبوا الطلاب الافارقه اللي بيدرسوا عندنا في الجامعه برضه. عظيم. طيب احنا لو بنتكلم على ارض الواقع مش نظريا بقى، خلينا نطبق هذا الكلام، يعني لو المانيا مثلا هي قلعه الصناعه في العالم او هي المتميزه في الهاردوير، فالسوفت وير احنا كلنا في العالم عرفناه على ايد اليابان. كل البرامج عرفناها على ايد اليابان، البرامج التكنولوجيه، انا بتكلم على برامج الكمبيوتر، يعني استفيد ازاي من ده؟ اوطن هذا الامر ازاي؟ اخلي المصريين يعملوا حاجات صناعه برمجيات ازاي؟ يعني انا عارف ان الجامعه لسه ما خرجتش طلاب بما يكفي سوق العمل، لكن علشان من وجهه نظرك استفيد من هؤلاء الطلاب وما يطلعوش بقى بره دبي او يروحوا اليابان ويفضلوا هنا في مصر، نعمل ايه يا دكتور؟ نوفر لهم المناخ المناسب انه يطلع من الجامعه يلاقي عمل بعائد معقول يخليه يبقى في مصر. وخليني اطمن حضرتك ان ده في المجال تحديدا اللي حضرتك قلته ده حاصل تماما. النهارده الشركات الناشئه اللي بتعمل في مجال البرمجيات ومجال الذكاء الاصطناعي ومجال تطوير وخدمه التطبيقات الحاسوبيه المختلفه، الشركات دي كتير جدا في مصر وبتشغل اولادنا، وبيكون شغلها عن طريق اما خدمه السوق المحلي او حتى توفير البرمجيات ديت او اجزاء منها للشركات العامله في اوروبا وامريكا واليابان نفسها. لان طبعا بيكون تكلفه تطوير هذه البرمجيات في مصر اقل بكثير جدا من تكلفه تطويرها في الخارج. صحيح. فاللي حضرتك بتقوله ده بالفعل حاصل، مش مستقبل ولا حاجه. ده واقع حاصل دلوقتي. في مبادرات كتير برضه عاملاها الحكومه لاعاده تاهيل الخريجين او اعاده توجيههم الى هذا المسار، ده برضه بيساعد على اعداد كوادر بشريه تعمل في هذا المجال. طيب في نقطه كمان حضرتك ذكرتها يا دكتور مهمه جدا، وكلمت عن وجود طلبه افارقه من القاره السمراء في الجامعه المصريه اليابانيه. النهارده احنا عندنا 150 طالب افريقي دول بيدرسوا الماجستير، وبالفعل خرجنا 50 طالب رجعوا لدولهم علشان يكملوا مسيرتهم اذا كان في المجال الاكاديمي او في الحكومه او في الصناعه، وتم الاتفاق ما بين الحكومتين على توفير منح للدكتوراه لبعض منهم للاستمرار في الكارير الاكاديمي بتاعه، المسار الاكاديمي بتاعه، والحصول على دكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا. وده كان احد ادوات الدبلوماسيه الناعمه اللي نفذتها الحكومه المصريه بالشراكه مع الحكومه اليابانيه علشان تطوير وتحسين العلاقات الثلاثيه بين مصر واليابان والدول الافريقيه المختلفه، وضمان ان يكون لنا سفراء في الدول الافريقيه للمستقبل. احنا مش عايشين لوحدنا، احنا عايشين وسط جيراننا وسط ظروفنا، وكلنا شايفين اللي بيحصل حوالين مننا ومدى خطورته. وقت الازمات لا قدر الله تحتاج يكون ليك صديق في هذا البلد. الصديق ده ممكن يكون قوي حد سبق له الدراسه والاستفاده من منحه مموله من الدولتين ومن التواجد في الدوله عندنا. لما ابنائنا الافارقه بيجوا مصر بيعيشوا معانا بيعرفوا مصر، بيعرفوا يعني ايه شعب مصر، بيعرفوا يعني ايه كرمنا، وبيعرفوا يعني ايه ضيافتنا، بيعرفوا يعني ايه علمنا، وده طبعا بيغير من تقديرهم لبلدنا، وبيفضل التقدير ده معاهم طول عمره. صحيح. على اي حال يعني لو كانت دي القوى الذكيه لليابان فدي برضو تعتبر احد مجالات القوى الذكيه لمصر، ان هي تصدر هذه التكنولوجيا للقاره الافريقيه عبر هذه الكوادر اللي بتدرس في مصر. بنشكرك يا دكتور على اسهاماتك وعلى افكار حضرتك.
الدكتور عمرو الطويل عميد كليه الهندسه في الجامعه المصريه اليابانيه، اسعدتنا بالحديث في برنامج صباح الخير يا مصر.